المهم أنتيغون واحد البنت باها كان هو الحاكم ديال واحد الدولة. باها مات يعني أتجيه الموت وغيموت، خلى الحكم للجوج ديال ولادو، عام يحكم فيه خوه الأول وعام يحكم فيه خوه الثاني اللي هو بولينيس. العام الأول حكم خو بولينيس يعني الأخ ديال بولينيس. العام الأول فاش حكم خو بولينيس، بولينيس غتجيه الغيرة يعني غينوض صداع، غينوض ما بين هاد الخوت هادو على الحكم. بولينيس غيتآمر على خوه باش يقتلو، وفي الاخر غيموتو بجوج. غيجي من هنا خالهم يلقاها وجيبة حاضرة، غادي يستغل الفرصة وغيعين راسو حاكم لديك الدولة، فغيستولى على الحكم، غيستولى على كل شيء، كاع السلطات ديال الدولة. بولينيس ما غيدفنوش، غيخليه كجثة مرمية حتى واحد ما يديها فيها، حتى تولي ريحتها خايبة. أما خوه الآخر اللي كان شد الحكم غادي يدفنو واحد دفنة نقية زوينة، ويتهلا فيه ويزين صورته للشعب ديال ديك الدولة. فبولينيس خو أنتيغون الثاني خلاه هاد كخيون الخال ديال أنتيغون اللي جا استولى على الحكم، خلاه كجثة يعني ما مدفوناش، باش الناس يشموا ريحتها ويعرفوا اللي خان شنو كيكون المصير ديالو. فإلا خانوا الحاكم اللي هو كخيون خال أنتيغون وخال بولينيس، شنو غيكون المصير ديالهم من بعد هاد الخيانة؟ فهاد الشيء علاش خلاه جثة بحال هكا. هادي كانت كمقدمة باش تفهموا الفيلم كيف داير. فأنتيغون جوج خوتها ماتوا، واحد تدفن ومات يعني متزوينة، يعني تدفن واحد الدفين اللي زوين والناس خداو عليه صورة زوينة، ولكن خوها بولينيس الآخر يعني بقات جثة ديالو مرمية. أنتيغون خوها بولينيس بغات تدفنو، جاتها الحرقة عليه. فواحد النهار فاقت لانوغيس، لانوغيس هي الخدامة ديال أنتيغون، فاقت بالليل وشافت أنتيغون داخلة بلا حس، هزة الصباط ديالها وكتمشى على الصبع ديال رجليها باش ما ديرش الحس. سولتها قالت لها فين كنتي؟ قالت لها أنتيغون راني خرجت نشم الهواء في القرية وندور ونسرح رجلاتي ونرجع. فلانوغيس بدات لونكيت، بدات كتسولها على كيفاش خرجتي، لا ما يمكنش يكون هذا الوقت هذا كامل كنتي كتدوري فيه وتشمي الهواء وزيدون، مشيت للفراش ديالك لقيتو بارد، دونك الليل كامل كنتي خارجة، مع من كنتي، فين مشيتي؟ أنتيغون دابا هنايا غتحصل وغتقول لها كان عندي رونديفو. لانوغيس الخدامة قالت لها انتي مخطوبة، كيف زعما هاد الرونديفو مع من؟ انتي مخطوبة من ايمون، ايمون هو ولد كخيون الحاكم اللي جا استولى على ديك استولى على الحكم، ولا هو الحاكم ديال ديك الدولة، ولد خال أنتيغون. فكما كنعرفو كخيون دابا هو خال أنتيغون، ولدو يعني هو الخطيب ديال أنتيغون اللي سميتو ايمون. أنتيغون كانت كتقصد انها مشات تدفن خوها، ماشي شي رونديفو مع شي واحد تمشي تهضر معاه ولا شي حاجه، فهي كانت كتقصد بولينيس انها مشات تدفنو. فبالزربه نكرات باش ما تعيقش بها لانوغيس، فنكرات باللي كان عندها رونديفو، قالت ليها لا ما يمكنش، ما يمكنش انني ندير رونديفو، انا راه كنبغي ايمون وما يمكن ليش نخون ايمون. فقالت ليها سيري جيبي ليا ما ناكل، جيبي ليا القهوه وشي حاجه ناكلها. هادشي قالتو أنتيغون الخدامة باش تنسيها في هاد الموضوع هذا. غتمشي لانوغيس الخدامة ديال أنتيغون، غتمشي وغتدخل إسمان. شكون هي إسمان؟ إسمان هي الأخت ديال أنتيغون. فدخلات قالت ليها حتى أنا ما جانيش النعاس وفقت بكري، ما قديتش نصبر وبقيت هي كنفكر. أنتيغون كانت قالت من قبل اختها إسمان، هاد إسمان هادي اللي دخلت عليها، قالت ليها واخا نمشيو ندفنو خونا بولينيس، راه بقى بحال هكا كل جثة مرمية شنو غنديرو، راه خونا هذاك. إسمان رفضات، قالت ليها الا حصلونا راه غنمشيو فيها، خالنا كخيو راه ما غاديش يتفك معنا حتى يقتلنا، حيت هاد الشيء راه كيشوه بالسمعة ديالو والناس ديال ديك الدولة ما غيبقاوش يحترموه. ولكن أنتيغون بقات مصرة باش تدفن خوها بولينيس. كخيون كان عطى الامر باش حتى واحد ما يقرب لبولينيس، يعني قال لهم خليوه هكاك حتى يخناز ويكون عبره لاي واحد غيفكر يعني يدير شي حاجه بحال هكا انه يخون الحاكم اللي هو كخيون. فدابا اسمان
كتحاول أنها تقنع أختها أنتيغون باش تخلى على هاد الفكرة الحمقى شوية أنها تفنخوها بولينيس، الحاجة اللي ما بغيهاش خالها اللي هو الحاكم ديال ديك الدولة. أنتيغون اللي فراسها فراسها غتقول لأختها، غتطلب من أختها إسمان أنها تمشي تنعس. قالت لها صافي غير سيري نعسي، أنا راه اللي فراسي غنديرو. هنا غتمشي أختها وغتدخل الخدامة لانوغيس. دخلت الخدامة جايبة لها القهوة والكيكات، جابتهم لها باش تفطر زعما. أنتيغون مع شافت خوها ولات يعني كتشوفو باش تدفنو خوها بولينيس اللي ميت، عرفتي بحال فيها بوصفير. فسولتها لانوغيس قالت لها مالكي ياك ما مريضة، شفتك وجهك مبدل بزاف، ياك ما وقعت شي حاجة ولا عندك شي حاجة؟ أنتيغون قالت لها لا ما كاين والو، شوفي الكلبة ديالي سميتها دوس، مهم دوس هي الكلبة ديال أنتيغون. قالت لها تهلاي فيها وكليها وشربيها ديريها بحال لا شي وحدة عزيزة عليك. بحال هنايا أنتيغون كتودع لانوغيس، فقالت لها دوس الكلبة ديالي عزيزة عليا، عندك تنسيها وما تهلايش فيها. لانوغيس الخدامة غتخرج دابا، سالت الهضره مع أنتيغون. غيدخل دابا شكون؟ الخطيب ديال أنتيغون إيمون ولد خالها والخطيب ديالها في نفس الوقت. فطلبت منه السماحه حيت أنتيغون نهار قبل كانوا تخاصموا، يعني إيمون أنتيغون كانوا تخاصموا، واعترفت ليه باللي هي اللي غلطات. قالت ليه الا كنتي كتبغيني بالصح سمعني حتى الاخر وخرج وسد الباب. قال ليها واخا انا موافق. قالت ليه عارفك كتبغيني، خليتي البنات الزوينات في ديك الحفلة اللي كانوا كيشطحوا جيتي عندي، انا كنت غير جالسة وطلبتي مني الزواج، وكنت كنشوف باللي غادي نعيشوا حياة زوينة، غنعيشوا واحد الحياة اللي تكون زوينة مع بعضنا ونديروا الولاد. ولكن البارح ماكييت وتزينت ليك ودرت الريحة زوينة ولبست زوين، وفي الاخر درتي ديك ردة الفعل في شكل شفتيني وانت تفاجئ بحال الا تبدلت عليك ولا تسيفت، من الاحسن نتفارقوا. أنتيغون بطبيعه الحال هنايا غير دارت هذه الحيله هذه باش يعني هي راه عارفه راسها الا دفنات خوها بولينيس غادي يعيقوا بها وغادي تعدم، داكشي علاش دارت هذه الحيله باش تخلي ولد خالها اللي هو الخطيب ديالها يتفارق معاها وينساها وصافي، يعني تسالي القضيه وما يفكرش فيها من بعد. خرج إيمون، دخلات إسمين اللي هي اختها، دخلات وقالت لها عاوتاني نفس الموضوع، لاش باغا تفارقي؟ لاش باغا تفارقي مع إيمون؟ ياك ما داير لك شي حاجه، لاش دايره اصلا هاد الخصايل هادي كامله؟ عندك يترمي راسك للعافيه اختي وتعدمي وتجيبيها غير في راسك. أنتيغون ديجا في ديك الليله بدات كتدفن خوها، بدات كترمي عليه شويه ديال التراب. غندوزو دابا للزاوية ديال كخيون. شنو وقع؟ كخيون خال أنتيغون الحاكم ديال البلاد جا عندو واحد الغارديان الحارس اللي كان حاضي داك بولينيس خو أنتيغون، غيقول ليه انا راه غلطت ولكن ماشي ذنبي، غير جات فيا الصدفة والله ما عرفت كيفاش، ما فهمتش انا هادشي منين طاح عليا، انا راه غير جاتني هادي صدفة ما فهمت والو. يعني بدا تيخور عليه تيقول شي هضره في شكل. كخيون قال ليه وما فهمت والو، وقول لي يا صاحبي شنو كاين، غير قول شنو كاين. واخا هكاك الحارس بقى تيدخل ويخرج في الهضره كيويل، والله ما قصدت غير جات في نوبتي، والله ما قصدت حتى دازت واحد شويه ويقول لي نيت داكشي اللي كاين. قال لي راه بولينيس شي واحد رمى عليه شويه ديال التراب. كخيون قال لي قد يكون شي كلب ولا شي حيوان هو اللي رمى عليه، يعني هو اللي يكون جر التراب برجليه ورمى عليه. الحارس قال لي الحارس لا نعمس، هذا راه شي واحد اللي رمى عليه التراب، راه لقينا واحد البلا صغير حدا بولينيس، وهذا دليل قاطع ان شي دري صغير اللي رمى عليه التراب. فهما ما كانوش عارفين باللي راه أنتيغون اللي دارتها. كخيون دابا غيتوتر، يدخلوا شويه ديال الصهد وبدا يعني كيهدئ الامور. قال لهم الا بغيتو، الا بغيتي انت والحراس صحابك اللي كانوا كيحضيو معاك تمشيو بعضامكم صحاح ما تعدموا ما والو، فعندك يوصل هاد الخبار هادي، ما بغيتوش يوصل لشي واحد في الشعب، ما بغيتش يوصل هاد الخبار هادي تشيع يعني تنتشر في البلاد. وقال ليهم عندك شي واحد يجي في النوبة ديالكم لا يمشي يعرف باللي راه بولينيس تلاح عليه شوية ديال التراب
وهذا الشيء راه شي واحد اللي كيحاول انه يدفن بولينيس، وانا راه عطيت الاوردر باش حتى واحد ما يقرب البولينيس وباش يعرفوني راني شديد، يعني حتى واحد ما كيتحدى الاوامر ديالي. خيو هنايا كيأكد عليهم، قال لهم نتوما ما تخليو حتى شي واحد يشد العصا موراكم اوكي. قالوا ليه حاضر نعمس. دازت واحد النهار، الحراس شدو شكون كيرمي التراب على بولينيس، شدو أنتيغون، جايبينها للحاكم اللي هو كخيون، جايبينها لخالها ويدها مسكينة مسخة بالتراب. دوك الحراس غايقولوا ما شديناهاش في الليل، ولكن رجعت في النهار وفي الضوء وما زال كدفن. هادي اش باغا؟ واخا شفناها ما حاولت لا تهرب ما حاولت تمشي حتى شي بلاصه، بل بدات كتزرب دفن خوها بولينيس. الحراس كيعاودوا فرحانين بهاد الحاجه بحال داروا شي انجاز تاريخي. فهنايا غنكونوا سالينا هاد الجزء الاول، غنكمل لكم الجزء الثاني وربما يكون الجزء الثالث باش نفهموا هاد القصه هادي اللي زوينه بزاف، واخا هي تراجيديا واحد شويه حزينه. شكرا بزاف على الاستماع ديالكم، كنتمنى تكونوا فهمتوا هذا الجزء. الى اللقاء. الاب ديال أنتيغون وبولينيس هو اوديب. بالنسبه لاخ بولينيس اللي كانت امر عليه بولينيس باش يقتلو ويدي ليه الحكم هو اوتيوكل. والبلاد اللي وقع فيها هادشي كامل في الاصل واللي الحاكم ديالها دابا هو كخيون هي مدينه طيبه تاب. كخيون تصدم اللي دخلوها ليه، لقاها بنت اختو اللي تشدات، ماشي شي واحد اخر اللي كان كيظن ولا شي دري صغير، فلقاها هي اللي كانت كتدفن في بولينيس وكترمي عليه التراب. الحارس غايقول ليه يعني غايزيد يرمي ليه الحامض على الجرحى، راه حاولات تدفنو مره اخرى واخا شافوها ما هرباتش، بقات كتدفن فيه ما امكن حتى تساليه كامل. هادشي اللي شفناها دارت واخا ما شديناهاش في المره الاولى، عاودت رجعت في المره الثانيه وبقات كتدفن فيه. أنتيغون ما غتنكرش وغتقول ليه اه هادشي اللي كيقول الحارس هو الحقيقه، يعني افتخره بهادشي اللي دارت، ما عرفاش باللي راه خالها شاعله فيه العافيه من الداخل. خيون دابا غايقول للحراس سيروا تخباو، ما بغيت حتى شي واحد يشوفكم حتى نجيو نقول لكم شنو غديروا. غيمشيو الحراس، غيبقى كخيون مع أنتيغون الراس في الراس. غايقول ليها كخيون طلعي لبيتك وديري ان حتى شي حاجه ما وقعت من هذا الشيء، والحراس انا غنتكلف بهم، غير انتي نسي هاد فين ونسي بلي درتي هاد الشيء ونسي كل شيء. أنتيغون باش تلبدها دابا وتطلع لبيتها، لا هي واخا سمعت هضرتو بغات ترجع باش تدفن خوها. كخيون شاف فيها قال لها اش باغا ديري، واش انتي حماقيتي ولا مالك؟ قالت ليه والو انا غندفن خويا، خويا هو اللي خصني ندفنو وما غتبدلش ليا الراي ديالي، ما عرفت شنو يوقع، خويا مصر انني خصني ندفنو. كخيون ديجا شاعله فيه العافيه من هادشي اللي وقع وكيبرد، ولكن دابا بغى يقنعها بشي حجاج من باش ما تدفنش خوها بولينيس. فقال ليها بلي هادشي اللي باغا ديريه ما عنده حتى قيمه، سواء بولينيس تدفن ولا ما تدفنش كيف كيف، بغى زعما يقلل من داكشي اللي كانت باغا دير، ديك الفكره اللي كانت باغا دير بغى يقلل من القيمه ديالها. قالت ليه لا انا حره، عندي الحريه ندفن خويا، انت الحاكم ديال البلاد ما تقدش تدفنو حيتاش غتخاف لي يخونوك ولا يديروا عليك انقلاب، انا غير مواطنه حره ممكن ندفنو، ممكن ليا انني ندفنو بكل حريه. كخيون غايقول لها اخوك بولينيس تمرد على اخوه ونقالب عليه وتقتلو بجوج. قال ليها انا ما بغيتش بولينيس يبقى مرمي جيفه بحال هكاك، ولكن هادشي باش يتعلموا الناس درس منه ويخافوا انهم يخونوا الحاكم اللي هو انا. أنتيغون كيدخل ليها داكشي في ودن وكيخرج من ودن، يعني الهضره ديال كخيون ما ماشي في بالها دابا، غيعطيها واحد الحجه اللي غتخليها تقريبا انها صافي تنسد فين. غيقول ليها بلي خوتو بجوج يعني بولينيس واوتيوكل راه كانوا دايرين صداع لباهم، فاش كان كيحكم كانوا هما قباح يعني كانوا كيحاولوا يديروا عليه انقلاب، وكانوا خوانا بجوج يعني خوانا بجوج للدوله في الاصل. غيقول ليها ما تستحقيش تعدمي على ود جوج خوت كانوا مسطين، يعني كانوا خوانا ومسطين وباغيين ينقلبوا على باهم وكانوا بحال هكا. فأنتيغون هنا بحال اقتنعت، يعني اقتنعت تماما، كانت طالعه لبيتها ولكن توقع واحد اللعبه اخرى.
أنتيغون اقتنعت باش ما تدفنش خوها، وافقات وطلعت لبيتها. وهي طالعة لبيتها كخيون غيقول لها واحد الحاجة اللي غترجعها للفكرة ديال الدفن، يعني أنها تدفن خوها بولينيس. غادي يدير خطأ كبير اللي قلب القصة رأسا على عقب. فقال لها تخيلي الحياة مع ولدي إيمون، الحياة الزوينة اللي كتسناك وانتوما عايشين وفرحانين، وداك الجو الزوين والرومانسي. غير قال ليها هادشي بحال الا حك ليها على الجرحة، يعني هي في موضوع وهو تدوي في موضوع. فهي بحال تقلقات ورجعت الفكرة ديالها. تما أنتيغون زادت اكدات ليها يعني ديك الفكرة ديال دفن خوها، خدات القرار فورا انها تمشي دفن خوها بولينيس. عياك خيو ما يردها انها تراجع على الفكرة ديال دفن خوها. فهنايا غتبعها اختها اسمان كتجري، قالت ليها انا معاك اختي، يعني احنا بجوجنا خصنا ندفنو خونا بولينيس. اسمان كانت كتصنط عليهم، يعني كانت كتسمعهم شنو تيقولوا. فدخلت قالت ليها اه اختي غندفنو خونا بولينيس، هذا الواجب ديالنا. أنتيغون غتقول لك خيو شفتي ها وحده تبعاتني، غدا الشعب كله غيتبعني ويوقع انقلاب. سربي عدمني قبل ما يوقع هذا الشيء كامل، يعني ما يوقع حتى شي حاجه من هذا الشيء. فهنا ياك خيون غي يبقى يصبر فيها ويقول لها لا تراجعي على الفكره، تراجعي على الفكره، ما خصك تفني خوك، علاش غيوقع هذا الشيء كامل. هي بدات عاوتاني تضرب ليه على الوتر الحساس، كتقول ليه ومناش خايف، واش انت خايف لهاد الدرجه؟ كيفاش انت داير هكا وانت الحاكم ديال البلاد؟ كون راجل، انت ماشي راجل دابا، عدمني مالك خايف. ف في الاخر كخيون وصل، يعني وصل السيل الزبا غي امر الحراس يجيو يديوها شويه. غيجي داك ايمون، ايمون الخطيب ديالها، غيقول ليه راه خطيبتي هذيك شنو باغي دير نتايا؟ باغي تقتل ليا خطيبتي؟ باغي تقتل البنت الخطيبه ديال ولدك، يعني البنت اللي كيبغي ولدك؟ كخيون والو، قال ليه ضروري خصها تعدم. هنا ايمون حتى هو غادي يخرج كيغوت بحال شي حمق. ايمون غادي يتسطى بسبب هادشي، غادي يمشي لواحد البلاصه ويتسنى أنتيغون فين غيديوها الحراس. أنتيغون دابا داوها الحراس، خلاوها مع واحد الحارس على ما يجي الامر باش يمشيو يعدموها. داك الحارس واحد الحارس اللي بسيكوبات شويه، يعني ضارب الدنيا بركله. السيده غادي تعدم وهو تيعاود ليها على مشاكله في الخدمه وانه مهمش في الجيش وما كيعاملوهمش مزيان والحياه ديالو في الخدمه ما عجباش، وكيشكي على وحده اللي غادي تعدم. يعني بحال الا هي الاعدام عادي، غتموت غير بالضحك، ما غتموتش يعني غادي تعدم وصافي. فانا ما كنحملش التصرف. اوكي المهم قال لي بلي غتدفن حيه، قال لي الاعدام ديالك هو انك غتعدمي حيه، غيتطبق عليك هكا تكوني معدومه حيه. أنتيغون غتطلب منه يعطيها ورقه باش. أنتيغون قبال كانت كتامل في حياتها وتامل كيفاش غتعدم وتامل كيفاش وقع هذا الشيء وعلاش هذا الشيء كامل وقع. فطلبت منه انه يعطيها رساله، بدات كترغب فيه وترغب فيه وترغب فيه باش يعطيها رساله. حيت الا عطاها رساله وحصل، لا هو لا هي لا الحراس غي تعدموا كاملين. فهو ما تردد في الاول، ما قبلش، ولكن غراتو بواحد يعني واحد الخاتم ديالها، يعني طمعاته واحد الخاتم غالي ديالها باش يعطيها تكتب غير رساله. فغادي يعطيها في الاخر باش تكتب رساله، غتبدا غير تخور في ديك الرساله، غتبقى تقول انا ما عرفتش كاع علاش وقع هذا الشيء، ما عرفتش علاش غنموت وعلاش درت هذا الشيء كامل، انا كنبغي الناس كلهم اللي عرفت في حياتي. بحال الا هنايا أنتيغون ندمت واحد شويه على داك الشيء اللي دارت، يعني هذيك الشجاعه والجراه لا فائده، يعني ما دفنت خوها وما دارت والو في الاخر غتعدم. فطلبت منه انه يعطيها ورقه جديده. في الوقيته اللي غيجيب ليها ورقه جديده غيكونوا الحراس وصلوا، فهو غيحبس ما غيعطيها والو. هي الرساله اللي كتبات غتمشي، يعني ما كملاتهاش وبغات رساله اخرى، ما كفاهاش الوقت باش دير رساله اخرى وحده جديده. فداوها الحراس، جا هذاك الشيء اللي كانت كتبات ماشي مزيان فبغاته ولكن ما كفاهاش الوقت. ملي جاوا الحراس داو أنتيغون، شدوها في ديك الحفره كامله، الحفره الكبيره اللي غتموت فيها.
لاحوها في الحفرة. خطيبها كان من البعيد غيجي وغيتلاح معاه تا هو في الحفرة. أنتيغون غتموت، ماتت أنتيغون، حتى إيمون غيقتل راسو معاها وغيموتو بجوج وغيتلاح معاه في الحفرة. أوغيديس الأم ديال إيمون وفي نفس الوقت مرات كخيون غتسيق الخبار باللي ولدها مات، غتدبح راسها حتى هي. رجلها كخيون غيسيق الخبار ولكن ما غيدير والو في الاخر. فكخيون غيبقى بوحدو دابا، وهو اللي طلع عليه الجوك وما ماتش. تقريبا كل شي مات وبقى مستمر في الحكم وخا هاد الشي كله وقع. فهذه هي القصة ديال أنتيغون. هذا هو التلخيص ديالها، يعني هي كاملة مكمولة. وإلى اللقاء.